بدون غلط ما أغلط. وفاة يعني والدتك الفنانة فريال كريم الله يرحمها، شنو تعني لك هاي اللحظة؟ أنت خسرتي معلمة وأم، مو بس أم. أول شيء توقعتي؟ لا تفاجئنا، لأنه قبل يوم هي كانت يمي، هي قريبة علي، يعني مسافة بالسيارة 5 دقائق أوصلها. قبلها بيوم يمي هي كل شيء ما بيها، وتضحك وتسولف فاتحة فيس. ثاني يوم اسأل غير شيء. أنا آسف. شنو وصلت الخبر؟ خبرني أخوي، قال لي عبير، ويصيح أمي ويصيح بس. فظليت أقول يا نار كوني بردا وسلاما على فريال بنت خديجة. إيش خسرتي وياها؟ إيش خسرتي من توفت؟ خسرت كل شيء. أنا آسف. فالمهم خبرني أخويا الأصغر مني بسنة، قال لي شكو عبير بس يبكي هو، شلون أنا إذا أبكي؟ قال لي عمار خبرني، قال لي أمك هي تعال. قلت له أنا نفس الحالة، رحت أني بس أنا ما شفت نفسي، مرتبني إذا تسولف لي تقول لي خالة من رحت انصدمتي، يعني شفتها ميتة قدامي، بؤبؤ مالتها كبير، حلقها مفتوح، عينها مفتوح حيل. فبعدها انهارت، ضليت ابكي. ابني خابرت، ابني كلش متعلق بيها حسام، همينا نفسيتنا تعبت. وزائدا ولا فنان اجانا، بس 10 اشخاص من الفن والفنانين اجانا للرجال. انا اتصلت عليك بعد وفاتها، قلتي لي الكل تخلوا عني، كل اللي كنت حاطه املي بيهم خيبوا. بس انا اقول لك هنا بغداد كلهم اجوا، من العامل الى المدير. هنا بغداد قناة، هنا بغداد أمل طه جتي، أمل طه أزمة طه جتي، مع أنه هي عندها ربع عين تشوف بيها ومقعدة، بحيث الناس اللي جوا هم اللي صعدوها، وجتي أخذت من خاطري، ما حد أجاني. بصراحة أريد اسم فنانة أو فنان خذلك بهذا الموقف، عتبانة أقول عليك. لك شيء ما أعتب عليهم، لأنه ما يعنوا لي شيء، مجرد زملاء. بس عشرة عمر، أنا كنت أعتبرهم أهلي، هسه لا، اعتبرهم زملاء فقط لا غير.